جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يصف نفسه شيخ صالح فيقول: أنا مجتهد في الاطلاع على الكتب وجمعها، فهل تنصحوني بالقراءة لشخص واحد أم بتعدد الكتب والمؤلفين في دون مأجورين؟ ننصحك بأن تدرس على أحد المشايخ، أحد الفقهاء لديكم، في كتب العقيدة، في كتب الفقه، في كتب الحديث، في الكتب النافعة، كتب النحو، من أجل أن تتعلم. أما أن تقتصر على نفسك وتقتصر على قراءة الكتب فهذا غير مفيد فائدة كثيرة، بل ربما يضرك أكثر، إلا إذا كنت قد طلبت العلم على المشايخ وتحصلت على قواعد علمية تستطيع بها التمييز بين الصحيح وغير الصحيح مما في هذه الكتب، فلا بأس أن تطالع وتكثر من المطالعة، والتنويع أحسن من الاقتصار على كتاب واحد أو لمؤلف واحد ما دمت عندك الأهلية للتمييز بين المفيد وغير المفيد. أما إذا كنت مبتدئا أو لم يسبق لك طلب علم على العلماء، الذي نوصيك به لا تقتصر على قراءة الكتب، بل عليك أن تبحث عن عالم من العلماء تطلب العلم على يديه لتأخذ منه القواعد العلمية والمسار الصحيح في طلب العلم. نعم.